تساعية عيد انتقال مريم العذراء إلى السماء، اليوم الخامس. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. في مجد مريم البتول الذي تمجد به جسدها الطاهر بعد موتها، فلنتأملنا أن مريم البتول قد تمجدت من بعد موتها لأنها قامت بقوة الله ونال جسدها المقدس في الحال المواهب الأربع: الضياء والخفة واللطافة وعدم التألم. فلنتعز الآن بمجدها العظيم ولنلتجئ إليها قائلين: يا سيدتنا مريم البتول الكلية الشرف، أنت التي مجدك الله مجدا لا يوصف بواسطة قيامتك من الموت، كوني لنا شفيعة لكي نتشبه بك لما نقوم في يوم دينون الأخير، ممجدين معك، آمين. لنصلي ثلاث مرات: السلام عليك يا مريم، السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. ثانيا: يا سيدتنا مريم البتول كلية الشرف، أنت التي ارتفعت بجسدك بضياء عظيم وخفة لا توصف، لأنك قمت من الموت بواسطة أمثالك المقدسة وتواضع حياتك الماضية، تشفعي فينا لكي تنقطع عنا كل عادة رديئة ويتلاشى فينا كل افتخار عالمي وكل كبرياء، واجعلينا مزينين بالتواضع المقدس، آمين. لنصلي ثلاث مرات: السلام عليك يا مريم، السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. ثالثا: يا سيدتنا مريم البتول الكلية الشرف، لأجل تلك اللطافة وعدم التألم اللذين مجدا جسدك المقدس بعد انبعاثك المجيد، وذلك لأجل اجتهادك الروحي وصبرك العظيم الذين مارستهما في حياتك على الأرض، أطلي لنا الشجاعة لكي نميت أميال جسدنا القوية ونحتمل بصبر جميع الإهانات والضيقات الواردة علينا في هذا العالم، آمين. لنصلي ثلاث مرات: السلام عليك يا مريم، السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.
صلاة. يا مريم الملكة التي انتقلت إلى السماء، أن أتهلل فرحا لأنك بعد سنوات من الاستشهاد البطولي على الأرض أخذت أخيرا إلى العرش الذي عده لك الثالوث الأقدس في السماء. ارفعي قلبي معك في مجد انتقالك فوق وصمة الخطيئة المفزعة البغيضة. علميني كم تبدو الأرض صغيرة عندما تشاهد من السماء. اجعليني أدرك أن الموت هو بوابة النصر التي سأعبر منها إلى ابنك، وأنه يوما ما سيتحد جسدي مع نفسي في سعادة السماء التي لا تنتهي من على هذه الأرض التي أسير عليها كمسافر. أرفع عيني إليك طالبا العون وأسألك هذه النعمة. عندما تحين ساعة موتي قوديني بسلام إلى حضرة يسوع لأتمتع برؤيا ربي معك الأبد. آمين. فاقصدوها تجدوها هنا.
مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب، كرموها عظموها ملكوها في القبور.